بهدف إرساء فضاء سيبرني آمن بالمنطقة العربية، تم الإعلان عن إطلاق رؤية تقدم استراتيجية عربية مشتركة للأمن السيبرني، رؤية تضم توصيات أعدها مجموعة من الخبراء العرب. كل الدول تعمل في إطار يعني وطني على الأمن السيبراني. اليوم المطلوب أن يكون هنالك عمل جماعي، والرؤية الاستراتيجية العربية اقترحت أن يكون هنالك هيكل يعنى بمسألة الأمن السيبراني على مستوى المنطقة، لمسألة التنسيق ومسألة تبادل المعلومات في إطار جامعة الدول العربية، هو من خلال مختلف اللجان والمنتديات التي تسير، وبعدين يعني كل هذه الأعمال تطلع في إطار قرارات تمر على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم على مستوى مجلس الجامعة ليتم إقرارها وتصبح آنذاك نافذة على كل البلدان العربية. الإعلان عن إطلاق الرؤية تم في ختام أشغال المنتدى العربي للأمن السيبرني الذي مثل مناسبة لاستعراض مختلف تجارب البلدان العربية، من ذلك استعرضوا الاستراتيجية التونسية للأمن السيبرني، استراتيجية وإن تضمنت تدابير وإجراءات إلا أنها لم تفعل. وضع الاستراتيجية يجب أن يكون مصحوبا بمشاريع. احنا حاليا انطلقنا في وضع المشاريع التي ستمكننا من تفعيل هذه الاستراتيجية على الأرض الواقع، مشاريع تقنية وغير تقنية، مشاريع لتحيين النصوص، مشاريع وضع منصات للمواطنين، الإعلان على المخاطر. يذكر أن آخر ترقيم للاتحاد الدولي للاتصالات قد أدرج المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميا في مجال الأمن السيبرني، فيما شهدت تونس ومصر تحسنا في الترتيب العالمي وفق أمين عام المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.